محافظ صلاح الدين يوجه برفع حالة التأهب في الدوائر الخدمية تحسبا لموجة أمطار جديدة للتخفيف من معاناة المواطن. محافظ صلاح الدين يصف إنجاز استكمال مشروع محطة الجالسية بأنه تحول نوعي بتجهيز المواطن بالطاقة ويستدعي شراكة الحكومة والبرلمان. مناشدات شعبية واسعة لتأهيل الطريق الرابط بين صلاح الدين وبغداد، وفوضى التصريحات الرسمية تهدد لقمة عيش المواطن. والكاظمي يراهن على صفحة جديدة من العلاقات المتوازنة مع تركيا، ثوابتها المياه واحترام السيادة والتكامل الاقتصادي.